هنعمل النهارده العيش الفينو بعجينه هشه جدا وطريه وكمان من غير بيض ومن غير لبن، وبتديني النتيجه الجميله اللي انتوا شايفينها. ادي العيش قدامنا بعد ما قطعته ما شاء الله، بضغط عليه بيرجع زي ما كان هش جدا ومش مكتوم. العجينه معايا سهله وبسيطه ومقاديرها مفيش ابسط من كده. في البدايه هحتاج هنا كوبايتين من الميه، طبعا تقدر تستبليهم بالحليب او اللبن. انا عملت هنا النهارده علشان يبقى المكونات سهله وبسيطه خالص، عملت بالميه وكمان حطيت 4 معالق كبار من السكر، وهنا نزلت بمعلقتين كبار من الخميرة. وطبعا ما تشتريش كمية كبيرة من الخميرة وتركنها عندك في البيت، لان لما بتقعد كتير ما بتبقى زي الاول، يعني بتقل في التخمر. ولو انت هتشتري خميرة مثلا ومش واثقة فيها او خايفة ان هي تبوظلك المخبوزات، اختبريها في الاول في شوية من المية الدافية، يعني نص كوباية كده مية دافية على معلقة صغيرة من السكر وبتدوب فيهم الخميرة، وهتلاقيها معاكي ارتفعت وملت الطبق كده، تبقى تمام قوي. هنا هحط نص كوباية من الزبدة، طبعا تقدر تستبدليها بالزيت لو مش متاح عندك زبدة، الزيت برضو بيقضي الغرض. وهنا حطيت رشة من الملح، وهنا هنزل ب5 كوبايات من الدقيق. انا معايا كيلو من الدقيق، وكيلو الدقيق بيكون بالكوبايه اللي انتوا شايفينها اللي هي الكوبايه المعياريه، 6 كوبايات بالظبط. انا حطيت 5 كوبايات وبنزل بالكوبايه السادسه بالتدريج على حسب ما نوع الدقيق اللي انت مستخدماه، مثلا بتشرب كميه سوائل اكتر او اقل، علشان كده بننزل باخر كوبايه بالتدريج. هنا انا عجنت ال5 كوبايات، وبعدين لما احتاج بزود الدقيق، يعني لو لقيت العجينه سايله معايا قوي هنزل بكميه دقيق كده مناسبه لحد ما العجينة تكون معايا طرية لكن ما بتلزقش في ايدي. وشرط اساسي برضو ان انت تخلي العجينة تكون طرية مش قاسية قوي، لان لو قاسية هيطلع معاكي العجينة مكتومة في النهاية، يعني لما تطلع من الفرن هتلاحظي ان هي حجمها ما تضعفش بزيادة او طلعت مكتومة من جوه. زي ما انتم شايفين ده ملمس العجينة، بس لسه طرية معايا شوية، بزودها كده معلقة كبيرة من الدقيق زي ما انتم شايفين، كمية بسيطة جدا علشان العجينة ما تنشفش معايا، انا عايزاها تكون طرية لكن مش بتلزق. هنعجن فيها كده حوالي 7 أو 8 دقايق لحد ما العجينة تكون ناعمة معايا جدا كده. خلاص العجينة بقت معايا تمام، اخدها دلوقتي واحطها في الطبق بقى واسيبها لحد ما تختمر، يعني هتاخد معايا من نص ساعة لساعة على حسب درجة حرارة المكان عندك. انا العجينة دي قعدت معايا بالظبط 1/3 ساعة وما شاء الله اختمرت وملت معايا الطبق زي ما انتم شايفين، وكمان يعني رفعت الغطا بالرغم ان الغطا ده قفله جامد جدا، ما شاء الله الخميره بتاعتي شغاله جدا وهتطلع معايا نتيجه ممتازه. هبدا بقى ان انا اشيل الغطا من على الطبق كده علشان ناخد العجينه ونشتغل بيها. شايفين ما شاء الله العجينه مفتحه خالص ازاي، بلم كده الشويه اللي على الغطا وهاخد بقى كميه العجينه اللي معايا وابدا ان انا اشكلها زي ما انا عايزه. العجينه تقدري تعملي منها اي نوع مخبوزات انت عايزاه، ما شاء الله هي تنفع لكل حاجه. هنعمل منها النهارده القرص الطريه، وكمان هنعمل منها العيش الفينو اللي هو بتاع سندوتشات المدارس. طبعا بتعملي حجم العيش الفينو زي ما انت عايزه، عايزه تعمليه كبير بتعملي العجينه اكبر شويه، انا يعني هنا عملته اللي هو حجمه صغير شويه. هبدا بقى باول قطعه عملتها، طبعا انا عملت العجينه معايا على شكل كور، باخد بقى الكره كده وابدا ان انا افردها فرده بسيطه، مش هنخبز بقى ولا نعمل مجهود خالص، وبعدين بنلفها كده جوا بعض كانك فردت الرغيف وخبزتيه زي ما بنفرده كده وبنخبزه في الطريقه العاديه، بس دي بتكون اسهل مش بتاخد منك وقت ولا مجهود، ما شاء الله في ثواني بتكون عامله الرغيف زي ما انتم شايفين شكله بقى جميل ازاي، ما شاء الله ملمسه ناعم جدا. زي ما انتم شايفين باخد قطعه العجين احط الجزء اللي بيكون فوق اللي هو بيكون ناعم مش مقفلين منه الرغيف، وبعدين بحطه على الرخامه وابدا ان انا اخد كده طرف العجينه واضغط لجوه زي ما انتم شايفين واشد واسحب عليا، وبعدين اضغط لجوه يعني اعمل لها كام لفه كده من جوه علشان تديني نفس النتيجه بالظبط كان انت فردت الرغيف وبعدين لمتيه. بعدين بقفل بقى كده الجوانب وابدا ان انا الفها على الرخامه زي ما انتم شايفين بالظبط كده. شايفين مفيش اسهل من كده، الطريقه سهله وبسيطه جدا. ممكن كمان وانت بتعملي كده الرغيف الفينو ده تحط فيه مثلا اي حشوه انت عايزاه، عايزه تحشي باللانشون، عايزه تحشي اي حشوات، ده براحتك خالص. تقدري تعملي من العجينه دي جميع المخبوزات، تعملي القرص اللي هي بعجوه، تعمليها على شكل ضفيره. هنا انا عملت معاكم اكتر من واحده علشان تشوفوا الطريقه وتلاقيها سهله معاكي جدا، مش هتاخد معاكي وقت خالص. شايفين بمنتهى السهوله، طبعا الصاج اللي انت بتحط عليه ده لازم تسيب مسافه كافيه بين كل رغيف والتاني علشان هو حجمه بيتضاعف زي ما احنا عارفين، لسه بياخد فتره تخمر تانية وحجم الرغيف ده بيتضاعف.
هنا عملت منها برضو القرص اللي هي بتكون القرص اللي بنشتريها من المخابز، القرص بالسمسم، ممكن كمان تحشيها بالسكر والقرفه، كل حاجه دي حسب ذوقك وحسب ما انت بتحبي يعني. برضو ممكن كمان وانت بتعملها تحشيها بالعجوه من جوه وتعمل لها كده فتحات من بره بالسكينه، بعد ما تعمل القرصه بالشكل ده بتديها خطين بالسكينه، هتبين لك شكل العجوه وبتطلع معاكي برضو جميله جدا. كل ده اختيارات وكل ده حاجات انت على حسب ما بتحبيها او ولادك بيحبوها بتعمليها. هعمل زي ما انتم شايفين كده الصاج ده، القرص الطريه اللي انتم شايفينها، طبعا نتيجه العجينه بجد يا جماعه ممتازه جدا، هشه زي القطن. اهم حاجه العجينه بتاعتك ما تكونش ناشفه، ده شرط اساسي برضو، ولازم تعجنها كويس، ونوع الدقيق برضو اهم حاجه في الموضوع كله، لازم النوع يكون مخصص للمخبوزات وكمان يكون ليه عرق علشان يديك النتيجه اللي انتم شايفاها. هنا خلصت كل الكميه زي ما انتم شايفين، طبعا بسيب بقى العجين لحد ما يختمر تاني وحجمه يتضاعف، وده شرط اساسي برضو في نجاح القرص معاكي، لازم الخطوه دي مهمه جدا، ما تستعجليش عليه، سيبه براحته خالص، بتغطي الصاج ده بقماش لحد ما حجم العجينه يتضاعف. ولو انت حاطه قماش على العجينه ما تبقاش تقيله قوي علشان ما تضغطش العجين، وبدل ما يختمر ويرتفع لفوق هتلاقيه فرش معاكي كده في الصاج. هنا جبت صفار اتنين من البيض وهنزل عليهم بمعلقه كبيره او اتنين من الحليب او اللبن، وكمان ممكن تحط عليه رشة فانيليا وشوية بسيطة كده من السكر. طبعا ممكن تدهني بس حليب لوحده من غير ما تحط عليه بيض خالص، ولو انت مش هتحط عليها سمسم او حبة البركة تقدر تسيبها زي ما هي من غير ما تدهنها اي حاجة خالص. وفي المرحلة دي بنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 200، طبعا بنشغل الشواية، ومن تحت برضو بنكون مشغلين النار. مجرد ما احنا هندخل المخبوزات دي في الفرن بنطفي الشوايه خالص، وبعدين بنسيبه على الرف الاوسط يعني 5-6 دقايق كده، لو لقنا اخد لون من تحت بنطفي من تحت ونشغل الشوايه لحد ما ياخد لون، وبعدين بقى بنحط له كده سمسم او حبه البركه اللي انت بتحبيه او المتاح عندك، وتقدري كمان تسيبه زي ما هو كده ما تحطلوش اي حاجه خالص. وهندخل بقى المعجنات بتاعتنا في الفرن وتطلع ونشوف شكلها في النهايه. ادي النتيجه يا جماعه ما شاء الله ممتازه جدا، مجرد ما بتطلع معاكي من الفرن بتغطيها بفوطه علشان تكون معاكي طريه، وكمان هتلاقيها فصلت من الصاج، لان في البدايه بتلاقيها لازقه كده في الصاج، لكن مجرد ما بتبرد بتفصل لوحدها. ودي النتيجه يا جماعه ما شاء الله هشه جدا وطريه وقطنيه، وما شاء الله النتيجه ممتازه. نقطع كده ونشوف مع بعض المخبوزات بتاعتنا عامله ازاي، شايفين طريه خالص ازاي وقلبها هش جدا. واهم حاجه لو انت هتحتفظي بالمخبوزات دي او عامله كميه كبيره ممكن تحطها بقى في كيس في الفريزر وهتطلعها قبل ما تاكليها على طول، مفيش 5 دقايق بتلاقيها فكت معاكي وكانها لسه مخبوزه دلوقتي حالا. بس اهم حاجه لازم تعملي الخطوه دي على طول، تعبيها في الاكياس وهي لسه بارده على طول، يعني مش تسيبها لحد ما تقعد معاكي 2-3 ساعات او لاخر اليوم. ولو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش بقى تضغطوا لايك، وكمان لو انت اول مره تشوفوا القناه اشتركوا فيها وفعلوا الجرس وتضغطوا على كلمه الكل علشان يوصلكوا كل جديد.